مساء الخير. اهلا بكم. نحب نتاهل للجميع. شكرا جدا على مجيئكم واهلا وسهلا. النهارده عرفت حاجه جديده. ربنا انه اهلا اهلا يعني صادفت اهلا وليس غرباء، وسهلا وليس وليس عثرة او يعني حاجه عامه. حلوه دي حلوه دي. اتفضل. ازيك يا اخبارك؟ اوكي. مرحبا الاستاذ خالد سرور. بس كنا بس بعد الاحتفاء بيكم بس عايزين طبعا انتوا عارفين النهارده عم نحتفل بمعرضين للفنانين العظماء دكتور فرغلي عبد الحفيظ والاستاذ عبدالعزيز صعب. وطبعا زي كل مره ما فيش عندنا ناس متكلم او سبيكرز، فكل واحد هيتكلم لما عايز وبيقول. بس قبل ما نبتدي طبعا هيعرفوا كل فنان يعرف في شغله بالمعرض بتاعه. وجه احنا اللقاء ده هي عمليه احتفاليه لأن يعني الفنانين عملوا المعرض يعني ما بين التصوير وما بين النحو يعني اسعدونا بان هم عملوا لنا هذا العرض، فاحنا بنحييهم في الاول على هذا العرض اللي هم امتعونا به بنمره واحده، على اعتبار ان يعني الفنان ما ياخدش حقه في ان احنا نحتفل يعني يعجبنا الشغل ونسعد نحن، وانما الفنان ما بيدوش الحق ان هو يسعد زينا يعني معانا. فاحنا يعني الحقيقه يعني بنحيي من اول بدايه الكلام الدكتور فرغلي على هذا العرض الرائع، والاستاذ عبد العزيز صعب على المعرض الجميل اللي هو قدمه لنا، والاثنين امتعونا يعني غير عادي يعني. وبالتالي احنا بنحييهم وبنشكرهم على هذا العرض اللي هم امتعونا به بدايه. فلما نيجي نتكلم عن العرض بقى يعني معرض يعني زي ما تفضل الاستاذ صلاح قال ان انا يعني حق ان انا اتكلم عن الدكتور فرغلي وهو اتكلم عن الدكتور صلاح، لكن الحقيقه الكلام عن الاثنين ما ينفعش المنفصل لان المعرض الاثنين في نوع من الحميميه في هذا العرض الجميل. الدكتور فرغلي في اختصار شديد بالنسبه لي انا الحقيقه يعني له سمات مميزة في الحركة التشكيلية. السمات المميزة أن هناك من يرسم موضوع، وهناك يعني من يرسم موضوع نتيجة أن هذا الموضوع عجبه فبيرسمه، وهناك من يرسم لأن كل من المواضيع بتدخل إلى عقيدة، وعقيدة الدكتور فرغلي مصر. كل الأمور تمر من خلال هذه العقيدة. اي موضوع يرسمه. يعني الدكتور فرغلي لما راح بلد من البلاد وعجبته ورسم، لكن لما رسم فلورنس رسمها من وجهه نظر العقيده المصريه. مش من عجبه الشكل وعجبه، انما خرجت كلها لما راح اي بلد ورسم فبيشوفك من هذه العقيده، زي ما رسم الاقصر، زي ما رسم اسوان، زي ما رسم، لان دخلوا جواه قيم، هذه القيم ترسخت في داخل الدكتور فرغلي. من ايمانه الشديد اللي انا بقول وصل لدرجه العقيده بمصر، وكل شيء بالنسبه له يمر من خلال هذه العقيده، وده الاساس. فده الحقيقه نجد انه لما رسم اي موضوع، لما حط اي لون، هو بيحط كل الجماليات دي كلها من خلال هذه الرؤيه او الايمان الراسخ والعقيده الراسخه في داخل فرغلي عبد الحفيظ. فهنا انا في رايي اقرا كل الاعمال بتاع فرغلي عبد الحفيظ من هذه الزاويه. دي نقطه. النقطه الثانيه، فرغلي عبد الحفيظ يعني بيتكلم بلغه الاب تو ديت في الفن، بمعنى انه نجد ان الدكتور فرغلي عبد الحفيظ في توظيفه للخامه اعطى للخامه امكانيات ان تكون لها فروض جماليه خاصه بها في الخامه. يعني هناك اشياء بنشوفها في الاعمال بتاعت عبد الحفيظ
هذا البعد الجمالي الخامة بتلعب فيه دور كبير جدا. فنجد هنا انه توظيف الخامة هنا توظيف مهم جدا عند الدكتور فرغالي، لكن بنشوفه من انه ساعات الخامة لو سابها لوحدها كده تؤدي دور هذا السطح الخشن، هذا يعني الرمال اللي بيحطها على السطح او الكولاج اللي بيتحط على السطح او كل ده، بنجد ان هو بيقوم بدور مهم جدا في بناء الصورة. يعني مش مجرد ان يعمل ملمس خامة هنا خرجت عنها خرجت من كونها البعد انها ملمس الى انها فاعلة جمالية في بناء الصورة. فهنا لما بنشوف يسيب المساحات او يخلي يغطي لون على المساحات اللي هي خارج هذا الملمس فبتقوم بدور جمالي مهم جدا بالنسبة للخامة. البعد الثاني ان هنا كمان لما نجد الصورة نجد ان الدكتور فرغالي لما مارس العمل الفني في الوعي الان على المسطح خامة بتلعب دور، اللون بيبدا يلعب دور، الخط يعني وفي كل مرحله كان لو كان الدور الاولاني مش موجود يعني حط الخامة ممكن اسيب الخامة ديت وعمل متكامل. انا في رايي اسيب لابس المحطه والخامة المحطه وتعمل له قيمه الجماليه اللي في رايي. لما بيجي بعد كده دور اللون بيجي اللون لما بيتحط ويتعمل علاقه مع المسطح اللي اتحطت عليه هذه النماذج هذه الاعمال نجد ان اللون دور تاني. هذا الدور هو بيبقى مكمل جماليا لكن لا يلغي الخامه، لكنه يتكامل مع الخامه علشان يعطي بعدا جماليا اخر في هذه العلاقه. بعد كده نجد ان هو فرغالي عبد الحفيظ دي انا بالنسبه لي انا بشوف الخط. الخط عند الدكتور فرغالي بيلعب دور الربط يعني يعمل علاقه كبيره جدا ما بين كل اجزاء الصوره والخط. والخط هنا نجد ان هو عامل زي النغمه الموسيقيه يعني عمال يتحرك بدون حساب، هو الخط علاقته بالخط يخرج عن المساحه اللونيه او اذا كان حتى بيرسم بورتريه. هنا لما بيرسم البورتريه بتاع الاوت لاين بتاع البورتريه الرسم ده يعني يخرج عن المساحه اللونيه يدخل في المساحه اللونيه يخرج عن الملمس يدخل في الملمس، هو اضافه توازي الملمس او توازي الخامه كملمس وتوازي اللون كلون، وهو يلعب دوره بدور البطوله الى لا تقل مش مكمل. هو الخط بيلعب بدور البطوله اللي هو بتاع دور الخط. فحاجه هنا ان هذا البناء العمل التشكيلي عنه او الصوره عنه الدكتور فرغالي. الحاجه الثانيه انه الدكتور فرغالي هنا الجمال في العمل التشكيلي بتاع الصوره ان انا اعيش في حلم. منطق منطق بناء الصوره في راي الدكتور فرغالي هو منطق الحلم، انه احنا عارفين ان الحلم لا زمان لا مكان، بمعنى ان اي عنصر تتطلب بناء الصوره لا يتردد لحظه ولا يتساءل اذا كان العنصر ده له علاقه بالعنصر الاخر ولا مش مشكله. المشكله ان يكون هذا العنصر له احتياج حقيقي في بناء العمل الفني اللي بيقدمه. يعني عشان كده بشوف ان هذا البناء وهذه العلاقات التشكيليه العناصر ما بينها وبين بعضها هذه العلاقه هي علاقه هي في رايي الترا مودرن واخر التفكير في ان ازاي العمل الفني يبعد اكثر من الواقع المادي او الواقع المرئي او الواقع التسجيل اللي احنا متخيلينه، لكن هو يروح الى عالم اسمى وارقى واعلى. انا في رايي هو ده تلخيص موجز لان كل الحاجات دي عايزه اتكلم كتير في شكل بسيط جدا. مساء الخير. حقيقة أنا بشكر قاعة الزمالك على هذا العرض الحقيقة زي ما قال الدكتور مصطفى، هو أنا معرفش جاء عن قصد أو جه كده يعني حقيقة هو حوار ما بين النحت أبو الفنون جه فريق كبير عند المصر من مصر القديم وعامل حاجة كويسة أوي فن النحت وما بين التصوير وما بين اثنين فنانين كبار الفنان المصور فرغالي عبد الحفيظ. وانا الحقيقه يعني سعيد بتجربته الممتازه، هو كان فنان مهم جدا في التكييس في الفراغ عمل اعمال يعني يمكن هو ما اعرفش هو عاشق التصوير تخلى عن
فن التكيس في الفراغ، وكان مصري شديد المصرية، والعرائس بتاعته كانت شديدة في المصرية، واتنقل من المجسم إلى مسطح أو تصوير. هو كان بيمارس طبعاً التصوير، وله لغته الخاصة زي ما قال الدكتور مصطفى. وأنا يعني الفنان فارغلي عبد الحفيظ الخط عنده يعني في توهج شديد، لدرجة إن الواحد يقول هل ده سكتش ولا دي لوحة؟ لا، هي لوحات مكتملة ولكن فيها تضابط سكتش، فيها الروح العالية جدا جدا في الخطوط. وطبعا يعني أنا قلت أقدم الكبار طبعا في الأول، الدكتور مصطفى أتكلم عن الفنان فرغلي، وكلم هي الأساسيات فعلا اللي احنا كلنا متفقين على الحلم عند فرغلي عبد الحفيظ. واللون عنده مختلف جدا جدا، وله لغه ايضا خاصه مع الخط، له لغه خاصه في اللون. وفي يعني فنانه متذوقه قالت لون الاورنج جديد المره دي عند من الوهله الاولى وهي داخله. فكل مره القاموس التشكيلي او القاموس المادي بتاعه بينقلنا لعالم متجدد في اطار شخصيته الفنية. وده اللي انا يعني الحديث عن الفنان فرغلي يعني حديث ممتد وطويل، ولكن الفنان العزيز صعب يعني اتكلم. انقطع الفنان عبد العزيز صعب فترة طويلة جدا، وانا كنت متابع يعني الحقيقة اقول فين عبد العزيز صعب، وكل ما اقول فين اشوف التمثال. وكان يعني وافرح جدا ان هو من اهم فناني البورتريه في مصر الحقيقه، من قبل ومن بعد من اهم الفنانين. ويمكن التمثال اللي موجود في اسوان ارتفاع 6 متر ده خد منه مجهود. ولما كنت اكلمه اقول انا مشغول بتماثيل، وبقول عليها ذاكره مصر، يعني هو سجل مجموعه من التماثيل المصرية لرموز الفكر والفن والأدب، نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وثروت أباظة وفاتن حمامة لما عملت تمثال ودخلت قالت أنا فاتن حمامة من خلال التمثال، وقالت هو أضاف الإحساس بتاعه للتمثال. عمل مجموعة التماثيل وعمل تمثال مكلفة من الحكومة الإيطالية للشاعر بنجارتي، ده تأكيد على قيمة هذا الفنان اللي غنى عننا بالنسبة للأعمال المعرضية. وأنا افتكر له معرض في قاعة المتقول باتفاق مع الفنان الله يرحمه أحمد فؤاد سليم. وبالنسبة للفنان عبد العزيز صعب، يعني أنا فلسفة الإبداع هي اللي تخليني دايما مشدود ليه. هو كان في فيلم عملته المخرجة شوكار خليفة للفنان حسين بكار، وكلنا نعرف ان الفنان حسين بكار الحقيقه ليه دور كبير في الحركه التشكيليه، وهو اللي عمل وصله كبيره ما بين المتذوق وما بين يعني المتذوق وما بين الفن التشكيلي. فترة كان بيكتب في صحيفه شعبيه، صحيفه الاخبار، وكان دايما يقول لي انا بكتب الوان وظلال برسم وجنبي علي امين ومصطفى امين. فأنا هنا في تحدي يعني علي وبعديه مصطفى، في تحدي ليا يعني الحقيقة، يعني ما كنتش أكتب وأبقى مقروء ما ينفعش، أنا ما بوصلش يعني مفيش داعي إن أنا أكتب يعني. فالفنان حسين بيكار كان بيعمل بورتريه للفنان عبد العزيز صعب، فيلم مدته 7 دقايق، عملته أخرجته الفنانة شوكار خليفة، والكاميرا يعني بتتحرك على وجه الفنان عبد العزيز صعب وهو رسمه بالوان الباستيل، وفي نفس الوقت يتخلل الحركه بتاع الكاميرا مجموعه من البورتريهات مهمه جدا. وهو استاذ من اساتذه فن البورتريه، منهم بورتريه امه لان والدته وهو والده مات، وهو كان فرق السن ما بينهم ما بين والدته ووالده كان كبير، والده توفى وهو صغير، وهي عارفه كان يعني بيكون لها احترام شديد جدا. وبيته كان فيه تتصدر الصاله الصوره بتاع والدته، واللي حبها فيه
إيطاليا الحفاز المغرب لولا ومجموعة من الهجوم مع لحد ما اكتمل وجه الفنان عبد العزيز صعب. ومن البوترهات الجميلة اللي عملها الفنان حسين بكار، وفيها حاجتين بتأكد شخصية وقيمة عبد العزيز صعب عند الفنان حسين بكار وشخصيته أيضا الإنسانية. بعد فترة شوية الفنان شكار خليفة عمل فيلم عن الفنان عبد العزيز صعب، كان بيتعمل مجموعة أفلام اسمها ألوان تحت عنوان ألوان، وكانت بتذاع في التلفزيون المصري التلفزيون العربي زي ما كان ليه تاريخ زمان. الفيلم مدته تقريبا برضه 7 دقايق. دي فلسفة الإبداع عند عبد العزيز صعب، موديل واقف وموديل قاعد موسيقار. وعبد العزيز صعب مع احترامي طبعا قابو كده بيشتغل بايديه فقط، لا ضفره ولا ازميل، طينه كتله من الطين، وبدا يشكل التمثال لغايه ما انتهى التمثال على المزيكا، انتهى التمثال ودخل برضك التمثال هو يعني التشكيل المجسم في مواجهه في موازاه التشكيل المسطح التصوير يعني. هو بيوازي فيلم حسين بكار مع اختلاف ان ده مثال وده مصور. فيلم جميل جدا بمعنى انه يعني دي مفتاح شخصيه عبد العزيز صعب. مفتاح شخصيه عبد العزيز صعب هو علاقته بكتله النحل. هي علاقه شديده الانسانيه مباشره جدا، يعني الاصابع زي اصابع الموسيقار. مفيش ادوات، مفيش وسيط في التشكيل النحتي غير صوابعه، لدرجة أنا النهارده لقيت صباعه يعني أنا بخاف عليه وربنا يديله الصحة أول ما شفته صباع كويس، حقيقي يعني، لأن هي أصابع الموسيقار يعني حقيقة. وهو عامل حالة هنا، حالة يعني حاجتين، البورتريه وبيتصدر المعرض يعني البورتريه لأستاذنا حسين بكار كما لو كان حسين بكار بيتحدث معاه. اللمسه اللي ممكن تقترب من اللمسه التاثيريه يعني. ببساطه شديده هذه اللمسه اللي ما حدش بيعملها غير بايديه، لمسه الضوء، علاقه الفراغ بالكتله النحتيه هي علاقه زي ما تكون علاقه عضويه. الفراغ يتحدث للكتله والكتله تتحدث للفراغ. يعني التمثال لا يفرض سطوته على الفراغ. في نوع من التعايش نتيجة هذه اللمسات البارزة والدائرة، اللمسات القصيرة دي، في تعايش في الضوء هنا، في انسجام شديد جدا ما بين الضوء والظل وما بين الكتلة والفراغ. زي ما قلت التماثيل بعضها، في تمثال لفاتن حمامة، في تمثال لحسين بكار، وبقية التماثيل عبارة عن تماثيل تعبيرية ما بين قارئ متأمل جالس واقف. الجسد هنا هو يعني الجسد هو اللي بيتكلم. يعني عايز اقول يعني كمان فلسفة الفن عند عزيز صعب، التمثال يعني غارق في التعبير والانفعال، وفي لمسة عصرية، وفي نفس الوقت في لمسة مرتبطة بالماضي الصحيح وتاريخ الإنسان أيضا. يعني التمثال بيحمل الماضي والحاضر في نفس الوقت. المجموعة الأعمال اللي موجودة للفنان عبد العزيز صعب من الرخام ومن البرونز ومن الخشب، الحقيقة كلها عبارة عن إيقاعات الجسد مع بعض الإيماءات، اللفتة والإشارة والإيماءة وحركة الجسد وحركة الساق أحيانا. فيه مثلا صرخة تمثال الصرخة الصغير جدا ده بيفكرني بصرخة مونش حقيقة يعني. وفي ست مفزوعة حاطة ايديها على صدرها كده، معرفش الأستاذ عبد العزيز هيقول ايه، فنعرف ست مفزوعة زي ما تكون في حاجة. هو بيجسد ما يعيشه العالم بشكل شديد الإنسانية، مع طبعا بعض الأعمال الإنسانية اللي ملهاش اللي كلها فيها الجسد هو اللي بيتكلم. يعني الجسد هو اللي بيتكلم، حركة الساق، إيماءات الجسد، نشاطة الجسم، ثقل الجسم،
وكلها أعمال بتتعايش مع الفراغ. والحقيقة هو عمل تمثالين نحن الخشب بالخشب. تمثيل الخشب عند الفنان عبد العزيز صعب فيها من وحي الشجر يعني. من وحي النبت اللي بيطلع وبيشق الفراغ ومن وحي صعود الشجر فعلا في الفراغ اللي هو التمثال بتاع الفلاح، وهو اختاره من الخشب الافريقي. واحنا عارفين ان مصر القديم عمل تماثيل من الخشب على ما اذكر تمثال شيخ البلد من الخشب. تمثال الفنان عبد العزيز صعب تمثال مصمت ولكن بيتحدث بلغه برضك الجسد، وهو في الزجزاج ده الفنان ادم حنين قال عليه ده لابس جلابيه بلدي، قال عليه لابس جلابيه مقلمه. الفنان ادم حنين قال على هذا التمثال، وبالفعل يعني نحسه لانه هو اصلا من الخشب المحلي او الخشب اللي ينتمي لافريقيا. التمثال الثاني اللي هو تمثال الحصان في غموض شديد جدا وفي مسطحات ما بين الهندسيات وما بين ليونه الخطوط، وهو مثقل بالتعبير. الحقيقه انا الحقيقه بحيي الفنان عبد العزيز صعب وبقول له يعني احنا عايزينك يعني تبقى دائما يعني موجود معانا في يعني اتمنى، رغم ان فن النحت بيحتاج مجهود كبير وهو من الفنانين اللي يعني بيقوموا بدور مهم وفي نفس الوقت يعني بيحاول ان هو ما بيحاولش ان هو المسائل تبقى مستعجله، المسائل تستغرق منه وقت، ولكن انا اتمنى ان هذا الحوار ما بين فن التصوير وما بين فن النحت وما بين الفنان فرغلي عبد الحفيظ والفنان عبد العزيز صعب اتمنى ان يتكرر مره اخرى، لانه فعلا عامل نوع من الصراع، وهو ده الموروث بتاعنا، موروث ما بين الجداليات او الفن الجدالي وما بين فن النحت اللي بعثه مثال باسم مختار. بحيي الفنانين الفنان فرغلي عبد الحفيظ وبحيي الفنان عبد العزيز صعب على يعني هذه الجلسه اللي احنا استقبلناها بكل حب وبكل شوق، وشكرا. اسمحوا لي بس ان اقول كلمه بسيطه جدا عن الفنان عبد العزيز صعب. الفنان عبد العزيز صعب هناك يعني علاقه وثيقه بينه كانسان وبين حركته كانسان وبين تمثال، يعني هما مرتبطين ارتباط وثيق وثيق جدا. عبد العزيز صعب الحقيقه يعني انا شرفته بان هو عمل لي تمثالين وكده ليا انا شخصيا، لان هو كان مفهومه وكان هو يعني الحقيقه شرفني بحضوره وكان قاعدين مع بعض قعدنا مده يعني كتير مع بعض، ففكرت بان هو بيقول انا عايز اعمل لك أعمل لك بورتريه، وبعد منها بشويه ثاني يوم قال انا عايز اعمل بورتريه ثاني. قلت له يعني مش فاهم، قال لي لا اعمل بورتريه ثاني. فعلا يعني انا سعيت بان هو عمل لي اثنين بورتريه وهم موجودين عندي. لكن الايقاع عند عند عزيز صعب يخيل للاخرين انه بطيء في الايقاع. لكن عبد العزيز صعب باستمرار يعني مشحون بشحنات عماله تتفاعل وتتعامل باستمرار، تبدو للاخرين بطيئه لكنه باستمرار منشغل. منشغل بعمل فني باستمرار منشغل. فده بنجده يعني في شغله حتى في الاعمال الكبيره الضخمه وحتى في الاعمال الصغيره. تتميز الاعمال الصغيره كمان اللي احنا بنشوفها ده انها ممكن تبقى صرحيه الفورم، يعني ممكن تكبر وتبقى يعني تماثيل ميدانيه كبيره جدا. يعني اللي انا عايز اقوله برضه بيفكرني العزيز صعب في هذا الهدوء وبهذا الشكل اللي مارس بيه العمل الفني، بيفكرنا بان هو يعني كان رمز للنحت في مصر بفنان التاثير زي ما قال، يعني بيفكرنا بغلام، يعني غلام يعني من الناس اللي هم فعلا بيتعاملوا
عمله كان مرازم تحت جوه التأسيسيين. فهو عبدالعزيز صاحب جوه الحركه التشكيليه له خصوصيه ايضا وله خصوصيه في التشكيل وله خصوصيه في الحركه، وان كان هو بيتهيأ لنا ان هو مش متواجد. عزيز صعب في الحركه التشكيليه له حضور وحضور خاص عند كل الحكيم في الحركه التشكيليه. فانا احييه وبشكره على هذا العرض الجيد الرائع اللي قدمه لنا النهارده، ونرجو ان احنا نشوف بعد كده اعمال كتير. دايما الونس الونس الفني رساله هامه جدا، واحنا عشنا الجيل بتاعنا او الاجيال حوالينا منطقة ونس كبير. يعني كانت الندوات والمعارض فيها دايما زخم وفيها دايما حوارات وفيها دايما تسخين للجو الفني المطلوب. عبدالعزيز صعب انا شفته زمان مرة، هو راجل سكوت طبعا مش خجول، بس هو ساكت، واعتقد ان هو ممكن يعمل نشاط اكتر شويه. يعني انا معاك مصطفى، لكن الفنان لازم يبقى بحر هادئ مستديم متواصل في الشغل بتاعه. احنا كلنا بنحيي قضيه انك انت تزود شويه التواجد النشاط ان شاء الله. بالنسبه للمعرض اللي انا عمله وهو اسمه مصر ستعاود العطاء. العطاء كلمة بسيطة لكن هي لها معاني كثيرة جدا. أنا النهاردة الصبحية كتبت احنا جوانا أجهزة مختلفة، منها جهاز العطاء. يعني في حاجة جوانا مسؤولة عن إن أنا أبقى معطي ولا أخاذ إلى آخره. الفارق واسع بين العطاء والأخذ. العطاء قوة ضخمة مهمة أساسية بتستجلب أو بتستدعي صفات معينة. يعني الواحد لما يبقى عطاء يبقى عنده لازم بيستدعي صفات معينة. ثقافة العطاء برضو لما يعني نشوف مثلا الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات ودلوقتي، نجد ان قضية العطاء دي بتتأرجح ما بين انها تتعاظم او انها تخفت تقل. الستينات كان فيها ثقافة العطاء اقوى بكتير جدا، ثقافة العطاء، وده طبعا لا يقلل من أهمية أي فترة أخرى. لكن حتى مثلا في أوروبا، يعني في إيطاليا، كانت الستينات برضه مزدهرة في الفن وفي الموسيقى وفي السينما وفي الغناء. يعني كتير، يعني الستينات دي كانت سنة محظوظة لأنها أتت بعد الحرب، بعد الحربين يعني، وبعد الحرب العالمية الثانية بشوية سنين، وبدأت أوروبا تفوق بدأت تسعد بالسلام اللي تحقق بعد الحرب العالمية الثانية بالذات. فبدأ يبقى فيه نوع من النهضة والحيوية وكذا. الأشياء أو الصفات اللي بتستدعيها قضية العطاء هي الحب، المحبة، التضحية، الشجاعة، الطيبة، التسامح، الوفاء، الصفاء، الإيثار، التفاؤل، البهجة، الرضا، الأمان، الاعتدال، المودة، العدل، الحكمة، الحنان، التواصل والتصالح والتفاعل مع النواميس الكونية، القناعة، الحسن، الكبرياء. كل دي صفات العطاء بيستدعيها وبينميها وبينشطها. يعني الانسان اللي عنده القدره دي بيبقى عنده
النساء دي دايما بيحييها وبيقويها. احنا دلوقتي في مرحله اعقبت فتره اضمحلال الجزئيه الخاصه بالاعضاء، ويمكن من سنه 75 لغايه دلوقتي في الجزئيه دي حصل لها ضعف شديد. طبعا عند الافراد ممكن، لكن بشكل عام الثقافه العامه اللي بتحيط بينا هي ثقافه الاخذ. الاخذ برضه عاوز مهارات تانيه وعاوز صفات اخرى عشان انا اقدر اخد او اقدر انمي او اشجع او اشحن الجهاز بتاع الاخذ. الجهاز بتاع الاخذ مختلف تماما. طبعا كلنا محتاجين الاخذ، بس لما يبقى الاخذ هو الثقافه بيبقى حكايه صعبه جدا. نحن الان بنعيش في فتره ثقافه الاخذ اكثر. الفن في العاده الثقافه بتاعته ثقافه أطلع. لما نبص كده لأهم الفنانين اللي صنعوا أوروبا الحالية هم بتوع التأثيريين على وجه التحديد، يعني ابتداء من ديكاتروا، يعني بتاع الرومانسية، وبعدين فترة الجماعة اللي بتوع التأثيريين غنبوخ وجان وسيزان، وبعدين يلاحقهم بيكاسو وكذا. كل دول كانوا عمالقة في العطاء جدا. بيكاسو وماتيس كانوا بيحبوا الفلوس وبيدبروا فلوس وهكذا. وايضا ميكلانجلو زمان كان راجل مهتم جدا بالفلوس، يعني حريص في الحته دي. بس الفلوس دي لما بتتحط جانبا بيبقى هو شخص العطاء، يعني اتعلق. ميكلانجلو في السقف بتاع كابيلا سيستينا كان كله قوة عطاء غير عادية، وكان البابا يجيله وهو معلق فوق ويرجو ميكلانجلو ويقول له لا مؤاخذة ما تزعقش، لأن ميكلانجلو كان بيزعق في البابا، زعق يعني يعلي صوته على البابا، يقول له كذا لا كذا وأنا كذا وأنا كذا، ده كله من منطقة العطاء. فكان يقول له لو سمحت ما تزعقش قدام الناس، يعني تزعق فيا بس مش قدام الناس. الأمر ده طبعا بيبين الفنان ده جبروته قد إيه، وإن الفنان ده طاقة ضخمة، وإن الفنان ده طاقة عظيمة، وإن الفنان ده كان فخم. وكان عند قدماء المصريين الفنان أحيانا يكتب ويقول أنا فنان حقيقي، يعني فيها اعتزاز كامل، أنا فنان حقيقي. كل ده من وراء الجهاز بتاع العطاء، انه عالي وقوي ومهم. الجهاز بتاع العطاء ده هو اللي بيحرك الابداع. ولما بتنخفض قوة العطاء عند اي مجتمع الابداع بيضعف وبيقل وبيخفض الى حد كبير قوي، وتبتدي بالمناوشات الكلامية زي ما احنا عايشين دلوقتي تقريبا في الصحافة أو في الإعلام، في تزويد شوية في قضية الخلافات السياسية وكذا وكذا، وفي ضمور نسبي في قضية العطاء. يعني مثلا التلفزيون المصري كان زمان عنده كذا برنامج، كان التلفزيون ده ثلاث شانلز، كان في أوقات كبيرة للفن التشكيلي. دلوقتي في ارهاصات عبيطه جدا وهايفه وخفيفه، والناس اللي بتتابعوا ناس مش لا مختصين ولا حتى محبين، يعني انا يكلمني ناس يقول لي هو معرضك، هو يقول لنا كلمتين كده انا عندي، اقول له زرت المعرض، يقول لك لا، قريت الكلمه اللي انا كاتبها، يقول لك لا. فهو القضيه هنا برضه نقصان شديد في العطاء. العطاء هام جدا، وبعدين العطاء ما بيتمش اوتوماتيكال، بيتم بتجهيز، عاوز تجهيز. وزي ما انا حاولت اجتهد في الكلمات دي ان عاوز فعلا تنمية الاحساس بالحب. احنا مش حابين دلوقتي زي زمان، اقل فعلا، والاجيال الجديده مش حبيبه زي زمان. احنا كنا رومانسيين اكتر وحبيبه اكتر، و المشاعر عندنا
لها قوة ومكانة أكبر وأكثر دلوقتي. مواضيع التنمية المادية هي الأساس اللي هي الأخذ. وطبيعه إن المهارات المرتبطة بالأخذ بقت عالية في الكليات موجودة وفي الشارع موجودة وفي الكل في كل مكان. في قضية الأخذ هي الأساسية. أنا مكترس أخذ وأخذ إيه؟ طبعا الأخذ ده مرهق لأن الأخاذ لازم يبقى دايما يلف ولازم يبقى دايما بيدور ولازم يحاسب على الاتصالات والعلاقات والكذا ولازم يبقى مثبت مشاعره لأن دي تهوشه عن الأخذ القوي أو الجميل. فالأجهزة بتاعت الأخذ بقت هي الأصل. عشان كده مثل ندوة زي دي بتتعامل. لكن إقبال الأجيال المختلفة كبيرة وصغيرة على إن أنا أروح وأحاور الفنان ده وأتفق وأختلف وأخد ودي معاه ملهاش قيمة كبيرة. ويمكن دي من الحاجات اللي خلت عبد العزيز صعب يحوش نفسه شوية. ممكن قال لنا كلمة ممكن على أي حال. أنا بعضد قوي عودة الونس الفن ونس. ما ينفعش إن أنا أختلف نفسي كده في المرسل بتاعه وأقعد أرسم أو أنحت وخلاص. محتاجة ونس. العمل الفني في الأصل عمل جماعي في الأصل. السمبوزيومات اللي بتتعمل بتحاول بس هي بطريقة في نظري أنا عبيطة برضه لأنها أحسن أفضل من السمبوزيومات الجامعات الفنيه. السمبوزيوم بيدي ونس بس ونس مؤقت وغالبا مصطنع. لكن الجامعات الفنيه ونس حقيقي وقوي وبيدي دفء لان زي ما قلنا ان العطاء والابداع عاوز محتاج للدفء. الدفء ده هام جدا. لكن دلوقتي عشان القضية بتاعة العطاء دي قضية طبعا بنطرحها احنا كده. انا طرحتها بالنسبة لمصر. مصر القديمة أكبر حضارة على وجه الأرض حدثت أو موجودة هي اللي أعطت عطاء حقيقي ضخم جدا. مصر علمت العالم كافة فنون وعلوم الدنيا كلها وكافة العلاقة بين الإنسان والفلك والعلاقة بالإنسان والله العلاقة بالإنسان والجمال والطبيعة. فالحضارة المصرية القديمة لسه في نظري ما درستش دراسة كافية في مصر. ولذلك معظم الكتب اللي في الفن المصري القديم أجنبية. لكن الاجتهاد المصري ضعيف وقليل. وإخواننا النقاد والكتاب وحتى البحوث الفنية اللي في الكليات ضعيفة جدا لأنها تستند على افتراضات تتاخد غالبا من شوية كتب أو من النت عشان تتم. لكن مفيش حد يغوص أو غاص بشكل قوي في الحضارة المصرية القديمة. الحضارة المصرية القديمة أعطت للعالم كتير جدا. الكتاب بتاع سنة تالتة ابتدائي في إيطاليا الكتاب متقسم أجزاء كل جزء خاص بالزراعة أو الطب أو الكيمياء أو الفن أو العمارة يبدأ بمصر القديمة. يعني الطفل اللي في سنة تالتة ابتدائي في إيطاليا يعلم عن الحضارة المصرية القديمة أكثر مما يعلمه الكثير من أساتذة الجامعات في مصر. ده أنا بقولها يعني القضية هنا إذن عاوزة جهد كبير عشان أنا عشان أعرف أنا منين وعاوز ادي ايه. لازم اعرف الكسور بتاعتي كانت بتعمل ايه. فالعطاء عند المصري القديم كان عطاء غير عادي. ولذلك الاشجان بتاعتنا او يعني الحلم بتاعنا ان احنا نرجع نبقى عندنا قدره على العطاء مره اخرى. وده على المعرض ان احنا في امكانيه الرقص بتاعتنا ان احنا نبقى حاضرين اكتر. احنا دلوقتي
قاعدين نأدي في بعض ونقرأ في بعض ونتخانق مع بعض مش كده ليه؟ ونلجأ للآخرين عشان يعطونا ويدونا وكذا، واللي عنده في الدول العربية شوية فلوس عامل مناظر وعامل حكايات لأنه واقف على أرض خفيفة بسيطة هايفة، لأنها الفلوس ما تعملش عطاء خالص، الفلوس لا تصنع عطاء، تساعد لكن لا تصنع عطاء، العطاء قوة إلهية موجودة جوه الإنسان عشان يدي ويزود وكذا. الفن أو كان في حانة سعيدة أنا اتكلمت عليها قبل كده، حانة سعيدة كان بيتكلم عن الجمالية المصرية، هل في جمالية مصرية؟ أيوة نعم، في كان جمالية مصرية يعني ليها طعم ليها لون ليها حضور وكذا. الجمالية المصرية دي تقريبا اختفت بشكل قوي جدا، سواء جوه الكليات الفنية أو سواء جوه المعظم النقاد أو جوه الإعلام أو جوه الصحافة، مفيش محدش يعرف الجمالية المصرية ومحدش بيدور عليها، كل واحد بأجهزة الأرز يروح فاتح النت أو فاتح الكتب ويلقط رزقه شمال يمين، لدرجة إن ممكن مثلا واحد دراي كاتب أو ناقد معرفش يكتب يقول إن فلان الفلاني وهب الحركة التشكيلية في مصر الرومانس مش عارف التأثيرية التجريدية، ده راجل الاقي لا شاف مصر ولا قاعد في مصر، هو قاعد بياكل سندوتشات عند مجموعه من الناس في لندن، يعني عايش في لندن على فتات سندوتشات. المقال عندنا انا قعدت مع ياسر من كام يوم كده، النقاد ده مش محتكين بالفنانين احتكاك حقيقي، الاحتكاك مش حقيقي، ما فيش الجوده بتاعت ان انا اقعد مع الفنان واناقشه واجهده في المناقشه واحاوره اللي بتعمله ده جاي منين ورايح فين، لانه مهم جدا. فبقى عنصر الارز هو العنصر المسيطر على علاقاتنا مع بعض، هناخد في سندوتشات في مفيش يبقى مش لازم الحضور ولا كذا ولا كذا. السندوتشات دي انا بقولها دايما اللي هي الماده او الفلوس او كذا او كذا، في حين ان في ظروف المتغيرات الشديدة الآن ممكن جدا تقويض العطاء والتدريس يختلف عشان يزود الدارسين والطلاب بقضية العطاء، إن أنا أنمي إزاي العطاء، العطاء ده يسعد، العطاء ده يبهج، العطاء ده يخلي فيه أمل، العطاء ده يخلي الدنيا شهية الحياة تستمر أقوى وكذا. هي دي قضية مهمة جدا في العطاء. أيضا إحنا يعني حضور حضراتكم أو حضور الندوات اللي زي كده قوتها في العطاء من ناحيتكم ومن ناحية الفنان أو الفنانين، عشان نتبادل العطاء. تبادل العطاء هو الأقوى، تبادل المنافع والأخذ هو الأقل، وعشان كده الحضارة المصرية القديمة هي الحضارة الأقوى في تاريخ البشر، وأبو الهول ده هو التمثال الأعظم في تاريخ البشر، والأهرامات دي لا تزال هي المعضلة الحقيقية في تاريخ البشر. إحنا ناس الروس بتاعتنا شديدة جدا وقوية جدا، لكن فقدان العطاء وفقدان الونس اللي من هذا القبيل اللي هو فيه العطاء أضعف المسألة وضعفنا جميعا، لأن مفيش لقاء حوالين العطاء. في البداية أنا عايز أشكر زمالك أرت جاليري لأنهم يعني بين حين والآخر بيعملوا هذه الندوات بلغت الأهمية في أنها تجمع الناس يتكلموا عن الفن التشكيلي سواء نحت أو رسم، ودي بتخلق حوار في المجتمع. الملاحظة الأولى أنا بقول إن إحنا قدام اثنين فنانين كبار محتاجين ارت كريتيك كبار، للاسف الشديد احنا عندنا فنانين كبار لكن ما عندناش نقاد على مستوى كبير. يعني في الندوات اللي زي دي انا مش منتظر كتير انه اسمع
فرغالي عبد الحفيظ او عبد العزيز صعب، لانه اهم انتاج ليهم هو انتاجهم الابداعي. هم عبروا عن نفسهم، يعني زي ما بيقول قاموس اوكسفورد حوالين تعريفه للفن، ان الفن عباره عن تعبير عن مهارات الابداع الانساني والخيال في شكل بصري فيجوال فورم زي الرسم والنحت، وبالتحديد ذكر الرسم والنحت اللي بتنتج اعمال بيتم تقديرها لجمالها ولقوتها العاطفيه الايموشنال باور بتاعها. واضاف لده قال انه art is long life is short. الارض بتاع فرغالي حفيظ وعزيز صعب هيعيش سنوات طويله، لكن عمر الانسان في النهايه عمر قصير. احنا عندنا مشكله كبيره فيما يتعلق بالفن التشكيلي، ليها علاقه بمستوى التنميه الاقتصاديه ومتوسط دخل الفرد في مصر، بحيث انه اللي بيتعاطوا مع الفن التشكيلي نخبويين بالدرجه الاساسيه. يعني احنا لينا بعض الاصدقاء حاولوا ان هم يعملوا تماس مع الجماهير ومع الناس، زي المرحوم صديقي اللي انا شخصيا بفتقده جميل شفيق، اما بيروحوا المنزله ورسموا المراكب، ويعني حاولوا ان هم يقدموا نوع تاتش اوف ارت للناس، او بعد تجارب الفنانين التشكيليين بيروحوا حقيقه عشوائيه وبيحاولوا ان هم يرسموا على الحيطان ويحاولوا يعرفوا الناس، ينزلوا للناس شويه ويفهموهم ايه الارت. لكن الارت بشكل عام نخبوي في العالم كله، يعني الناس بيزوروا المتروبوليتان ميوزيوم في نيويورك او البريتش ميوزيوم في لندن او اللوفر في باريس او يعني كل المتاحف اللي احنا اثناء سفرنا بنزورها اساسا اماكن للنخبه. كلما زاد مستوى دخل الفرد كلما زاد انفاقه على الثقافه، ودي حاجه معروفه. دايما كده في الغرب، انا عشت 5 سنين في كندا، الاقيهم كل شويه في الجرايد بيكتبوا عن متوسط انفاق الفرد على الثقافه، متوسط انفاق الفرد على الخروج خارج المكان انهم ياكلوا وينبسطوا. يعني الكنديين مثلا يصرفوا 30% او اكثر من 30% من دخلهم انهم ياكلوا في مطاعم، دي حاجه مش موجوده في مصر نتيجه لانه متوسط دخل الفرد محدود. كل ده له علاقه بالفن. من 3 ايام كنت بتعشى مع اصدقاء جايين من امريكا، والمطعم اللي انا قاعد فيه لقيته مليان شغل فرغالي عبد الحفيظ. انا طبعا اول ما اخش في مكان، بس مش هقول لك فين، قمت بصيت على التوقيع، مين ده فرغالي؟ امين فرغالي، على كل لوحات فرغالي، فالمطعم الطلياني في الفور سيزون، انا بعمل لك دعايه اهو. فبس لقيت ان الفور سيزون هو واخد شغل مهم لعمر النادي مثلا، لوحات كبيره، واخد لمحمد عبله في اماكن اخرى، فببقى سعيد انه الفنانه الكبيره دي بتقدر الفن التشكيلي. انا اللي بيزعجني اكتر انه انا بشتغل صحفي طول عمري في الاهرام، انه الصحف حتى الصحف الكبرى ما اهتمتش انها تعمل ارت كريتيك او فيلم كريتيك موفي كريتيك. انه للاسف الشديد اللي كانوا مسؤولين عن صفحات الفن، مسؤولين عن صفحات السينما، حتى لو كان بعضهم، وانا بقولها بصوت عالي، فنانين تشكيليين بيكتبوا عن الفن بشكل سيء، ما هماش ارت كريتيك، فبالتالي ما عندناش حركه نهض فني على مستوى. في ندوه زي دي، شايف هذا المكان الجميل البديع والتجمع الجميل، ومعانا مجموعه من اهم الفنانين في مصر، انه يحصل حوار على مستوى، يعني انه بيبقى في اجنده للحوار، الموضوع ما بيبقاش دم تقيل، يعني يبقى اكاديمي، لكن على الاقل حد يتكلم بشكل مختصر، عارف مين هو فرغالي عبد الحفيظ، عارف مين هو عبد العزيز صعب، فيقدم يعمل يلقي الضوء على
يعني هذين الفنانين العظيمين. يعني انا وجهة نظري مش مطلوب منهم ان ارهقهم بالكلام، هم خلاص عملوا ابداعهم وقدموا ما لديهم، بس يكفي ان هم يبقوا موجودين لو حد عنده سؤال، حد عنده استفسار، لكن احنا موجودين في حضرات قيمة يعني من خلال الشغل بتاعهم. يعني انا بشكركم وبشكر زمالك ارت جالري، وانا شخصيا ما عنديش اسئله، ده كان مجرد تعليق. شكرا. كده اسامي المعارض وفلسفتها منعكسه المره دي بشكل صريح وقوي. يعني الدكتور فلان يتكلم على عطاء، فالعطاء ده بيستلزم تتلوية قوية جدا، اللي هو الحق في العرض اللي موجود. الـ بعد فترة بقت الحكاية إن في أمل وفي ومصر راجعة وكده، النحت كمان كده بالرغم هو التفسير بتاعه مش عارف. المعارضين افتكر ان هم يعني ما يجبش ان هم ينفصلوا عن بعض اطلاقا يعني، وانا ما اعرفش مين اللي بيرتب القاعده دي مع بعض، لكن في النهايه الفكره ناجحه، وبحيي على تجهيز العرضين دول مع بعض في الوقت الواحد. وشكرا. كده زمالك وبسات سبق لي تشرف عملي الجديده. انا كان بشكل مختصر مش محل طبعا احنا نتكلم على الاساتذه الكبار، ولكن انا بعرض شغلي بره عايزه بره. اللي فاتني كان عندي الجسر بين الفنان والشعب، المتلقي العادي البسيط. التغير في السلوك اللي حصل عندنا في مصر الفتره الاخيره عايز اقف عنده. ازاي يحصل ده في وجود فنانين كبار عظماء زي الاساتذه وزي غيرهم كمان من الفنانين؟ هل حصل كسر الجسر ده؟ وايه اللي المفروض نعمله عشان يتغير السلوك ده؟ انا بؤمن ان الفن بيغير سلوك المجتمع. ده بالنسبه لي ده ضغط جدا، يعني الاعمال الفنيه الكبيره للفنانين الكبار اللي في مصر نلاقي فيها السلوك بالمنظر. أنا كنت بدور على سؤال ينفع حضراتكم استاذ صعب يرد عليه، فأنا عايز أسمع وجهة نظركم في السؤال ده. إيه اللي ممكن يحصل عندنا كفنانين بشكل مباشر من غير ما يعني نحط أي حاجة على أجهزة الدولة أو إحنا كفنانين مننا للناس؟ إيه اللي ممكن نعمله بحيث إن إحنا فعلاً نأثر في الإنحدار اللي حصل في الشارع المصري؟ بس ليه بدي أسمع؟ شكراً. هو لو سيادتك متابع كلماتنا، هو ان مصر بتمر في مراحل كتيره قوي. في مرحله الستينات هي المرحله الاقوى فيما يختص بالثقافه العامه اللي موجوده، ولذلك في الستينات كان في طه حسين والحكيم، وكان في يوسف الليث، وكان في عبد الحليم حافظ، وكان في ام كلثوم، وكان في عبد الوهاب. يعني في نوع من الزخم الثقافي العالي، وكان في حاجات جميلة منها حاجات مستمرة لسه، هي زي التفرغ، نظام التفرغ للفنانين، التفرغ للفن وكذا كذا. فأنا قلت في كلمتي إن زمان الشنس الثلاثة، القناة الأولى والثانية والثالثة، كانوا يخصصوا كميات وقت ضخمة جدا قد كل التلفزيونات الحالية. في نوع من التواصل، وكان في الستينات ايضا معارض في الشوارع، وكان في معارض بتتأمن في القهاوي، وكان في مسرحيات بتتأمن في القهاوي. يعني كان في زخم ثقافي عالي. السبعينات، في منتصف السبعينات مصر اتحطت في ازمه ثقافيه خاصه بان جهزت الأغذى اللي تشتغل. الستينات كان العطاء عالي جدا. عبد الحليم حافظ ما كانش بيقدر يشمال ولا حاجه،
ولا طاعسين، طاعسين استقال من الجامعة وهو ما عندوش مرتب. يعني إن واحد يستقيل من وظيفته ويروح لبيته وما عندوش مرتب، ده معناه إن شخصية فذة، شخصية ما أفضل. خلاص أنا أعتقد إن في منتصف السبعينات الثقافة العامة في مصر بدأت من ثقافة عطاء إلى ثقافة أخذ. ولذلك دلوقتي الأخذ هو اللي فيه مصنعية العجل. العطاء ما فيش مصنعية، يعني ما فيش حد ورد إنه يدي إلا بالمقابل. ولذلك الأجيال إحنا لما حصل حكاية ثانية دي أنا قلت إن مش حقيقي لأن الشعب مقصر، وإن هو القضية قضية مبارك مش كافية. لكن قبل مبارك كان في السادات، والسادات ومبارك صنعوا في نظري قضية الثقافة المرتبطة بالأخذ والمهارات المرتبطة بالأخذ. مفيش حد بيتحرك شمال أو يمين أو فوق أو تحت إلا إذا ظبط يعني شاب بعينه السندوتشات، واخد بالك؟ السندوتشات دي ثقافة السندوتشات بقت عالية. طبعا في العالم كله في حكاية، بس هما عندهم مصير في أوروبا وفي اليابان وفي ألمانيا وفي أمريكا، عندهم مخزون ثقافي عالي أكثر شوية لأن ما حصلتهمش الأسات العنيفة. طبعا سؤالك جميل وكلنا نسعى ليه، لكن عاوز اقول لك ان الفنانين مش قادرين يعملوا المقابر يعدلوها، هي واقعه على جنب بس ما عرفوش يعدلوها لان بيكبروها خالص. الفرق مش قضيه صحفيه، مش انا اقول رايي ولكن هو اذا الكلام ده الفرق اخر وقت جدا ليه، لان لازم الثقافة العامة تتبدل وتتغير وتتجه إلى العطاء. الثقافة العامة يعني إيه؟ يعني الإدوكيشن، التعليم، الكالتشر، الثقافة، الإعلام، الإنفورميشن، التلاتة دول هم المسؤولين عن تحقيق الغرض اللي سيادتك بتتكلم عليه. مهم جدا التلاتة دول يشتغلوا مع بعض عشان يدوا تجهيزات إزاي نعدل معطيات العطاء، ازاي يشوفوا مصر الحقيقيه، لان كتير من الشباب والاجيال الصغيره ما يعرفوش مصر باستثناء النحاتين او الفنانين لانهم عارفين مصر يعني. اثبات علاقتهم بالمنتج الاول في الحضاره المصريه القديمه اللي هو الفن يعني. لكن غير كده انت لو رحت الجامعات المصريه هتلاقي ان صلاتهم بالفن المصري القديم او بالحضاره المصريه ضعيف جدا جدا. القضية عاوزة تعليم، وزي كان قلت دايما ان دايما الفساد بيبقى في منطقة الثقافة، منطقة الادوكيشن، التعليم، منطقة الاعلام. التلاتة دول لو اشتغلوا مع بعض صح بمنهجية صح ممكن جدا تتعدل، بس هتاخد وقت. ليه بقى؟ تخريب البيوت سهل وتعملها برضه سهل، لكن تخريب العقول صعب، وتعميرها إعادة تعمير العقول المصرية. أنا من حوالي 15 20 سنة في المجلس الأعلى للجامعات، وكان فيها كل أساتذة ورؤساء جامعات وأساتذة جامعات في مصر، وكان وقتها عاطف صبحي موجود، قلت لهم إن العقل المصري يحتاج إلى ترميم. طبعا الدنيا اتكهربت وأنا كأني فكرت قنبلة. التعليم والثقافة والإنفورميشن هم دول غذاء العقل، وهم دول اللي ممكن يعدلوا المسألة دي. لكن لما تيجي تراقب بقى الصحافة والإعلام بالذات هتلاقي إن شوشرة وهيصة وخناقات وسياسات وفتاكة وفلوس، لأن كل الناس دي بتشتغل على الإعلانات اللي دي فلوس. في الأول نكافح إن إحنا نعمل اتحاد، هنا في ناس اهو يعني الناس المهتمين، في الدكتور اشرف رضا ودكتور خالد ودكتور شيحه ودكتور مصطفى وانا
يعني في اساتذه موجودين نعمل اتحاد من فنانين تشكيليين بدل النقابه. نقابه واحد نعمل اتحاد للفنانين التشكيليين وده اقوى واشد. ليه؟ لانه مش هيبقى مسانده يعني معيشه قد ما هي مسانده الفنانين. يعني اليوم لازم يبقى غير الفنان مش هيكون الموضوع باختصار هو مش موضوع بس باختصار مش عاوزين نخرج كتير. لا مش خارجين عن سياق الندوه. هي سياق ليه علاقه بين اللي بيحصل داخل القاعات المفروض ليه يكون مردوده خارج القاعات. يعني احنا بلا شك يعني انا بواصل نفس الكلام عبدها ان احنا بلا شك الفنانين بيشتغلوا بقوه الدافع الذاتي. القاعات الخاصه بالفنون التشكيليه لو كل جهات مؤسسات الدوله تشتغل بنفس السيستم بتاعهم كان بقى وجه مصر مختلف تماما، لان في طاقه فعلا عند الفنان وعند الجاليري انها تخلق حاله من العمق الفكري اللي يترسخ على مدار معارض متتاليه فيها قيمه زي قيمه معرضك قيمه معرض الفنان عبدالعزيز صعب. بغض النظر عن زي ما قال الاستاذ النقاد ودورهم، لان دور النقد ممكن ياتي دلوقتي او فيما بعد. بنحاول تنضم للدكتور اشرف عشان ده انجاز هو في ايده دلوقتي وطرح بانجاز، فانضم ليه عشان نتكاتف في اكل العطاء الخاص. لا هو في انا بس اكمل وجهه نظري ان بالنسبه لمشكله مصر على المستوى القومي اللي بقى موجود في الشارع المصري اللي هو رغم النشاط اللي هو اللي حاصل في الفتره دي بالذات في القاعات ما كانش حاصل قبل كده بنفس الزخم ده، وفي انفصام بين القاعات وبين الشارع زي ما قال ابو دهب لعده اسباب هي بعيده تماما عن موضوع النقابه وراء الاخر. هي لها اسباب ايديولوجيه خاصه بالفتره بتاعت السادات وظهور السلفيين والى اخره، خاصه بان المعماريين ما سلخوش يوم ما كان الارض الزراعيه بتبين عليها مجتمع عشوائي افرز القبح بعينه في مناحي الحياه كلها، لان المجتمع العشوائي وسلوك الزحمه بالتالي بيخلق شخصيه مصريه مشوهه. هو برضه حصل التشويه ده لما الاعلام اتساب يقدم حاجات رسه وحاجات معدومه القيمه خليه. كل ده حصل في اخر البناء البناء احنا عارفين اللي بتقوله ده البناء اللي هو فعلا من خلال قاعات العرض ومن خلال لازم يتم نوع من الاتفاق على اللي هي القاعات المعنيه بالفنون الجميله، لان زي ما حضرتك قلت الجهات الرسمي فشل، فيبقى في القطاع المدني انه يعمل فعلا مبادره وانه لا للحب ان لا لان المواضيع ده كلام انشائي بمعنى ان لا للحب ولا لا. احنا عاوزين دلوقتي نرد على السؤال بتاع نعمل ايه حاليا عشان نتعاضد مع بعض ونعمل اتحاد الفنانين. بس بنعمل هيتعمل زي ما نقعد نقول هيتعمل حضرتك اتحاد الفنانين ماشي موجود بالفعل مثلا جهاز تنسيق حضاره وموجود بالفعل الهجمات اللي حصلت على بعض الناس اللي لا دي واحده بس عشان نخلص في حاجه. اتحاد الفنانين التشكيليين هو دلوقتي الرمز اللي ممكن نجتمع حواليه ومن خلاله بقى نخاطب الدوله ونخاطب الاعلام ونخاطب كل حد. يعني مش هنقدر نخاطب الناس دي كلها في وقت واحد. جهاز مش عارف ايه الحضاري ده جهاز اصلا نشا بايظ ولا يزال بايظ واخد بالك ومالوش قوه. الاتحاد ده هو اللي في ايده ان يعمل عبقريه للتالف عبقريه للتكاتف. خلينا نركز فقط ده يبقى جميل ويبقى دور موازي لادوار. يعني انا اقول لك حاجه ان برضه في النهايه كسيستم اللي احنا بنتكلم عليه برضه السيستم العام للدوله هي طبعا هتبقى موضوع النقابات المهنيه هو ده نقابات اتعملت بقوانين وهيتعمل الاتحاد وهو مش هيقلل النقابه، هتفضل النقابه برضه بنفس الاداء الرديء مستمره والاتحاد يبقى خط موازي وده اقتراح هايل. انا شايف ان هو اقتراح اساسي دلوقتي عشان نقدر نعضده ونعمل له شغل. واولا انا طبعا بشكر القاعه انها دايما بتخلق حاله من ده مهم طبعا على مستوى معارضكم. انا على المستوى الشخصي فعلا الشحنه الفنيه الموجوده في كلتا المعارضين من فعلا
فعلا في تقارب عن في المضمون او المعالجه او حاجات كتير، لان السطحين سواء هنا او هنا في نوع من يعني عبد العزيز صعب بيرسم على السطح. انا دايما بستمتع بالملامس اللي بيحطها على السطح كانه فعلا نفس الاداء اللي موجود على الملامس الموجود عند السطوح عند الدكتور فرغلي. بشكركم. أي أنا كنت عايز أقول إن مصر عربية مواطنة كبير قوي ما بين النقابة وبين الاتحاد. خليك من خلال المعرض. من خلال المعرض، إحنا بنتكلم عن المعرض بس أنا بقول النقطة دي بداية عشان ما أفتكش عشان الأستاذ نقابة الفنانين تهتم بالمهنة وتهتم بالمعاشات وتهتم بهذه الأمور، اتحاد الفنانين مسألة أخرى ليها علاقة بالإبداع وبالفن ورؤيته المستقبلية وأدائه الوطني وأدائه الفكري. فيما يخص الأسئلة اللي كان بيسألها الأخ الفاضل، سيظل الفنان المبدع حالة ذاتية وحالة شخصية. وما تقدرش تعمم المسألة على مستوى البلاد إلا من خلال قضايا متعددة تكون بها مؤسسات الدولة، وأهم حاجة فيها هو التعليم في الصغر. الأطفال لازم يتعلموا تعليم صحيح علشان يقدر يرسم لهم خطوات المستقبل من خلال تربية العقل اللي بيتعود على التحليل وبيتعود على النقد وبيتعود على المشاهدة وبيتعود على انه يعرف تاريخه. الطفل بيطلع ما يعرفش حاجة عن مصر، ما يعرفش بلد. حتى في الجامعات وفي الأكاديميات شباب كتير قوي ما راحوش المتحف حتى اللي هو في القاهرة القريب ده. فما بالك بكل بلادنا المليئة بهذه الآثار اللي الناس بتروحها تزورها على أساس إن هي مزارات سياحية، وهي في نفس الوقت هي محاضر حضارية عظيمة جدا يجب نوصلها بشكل آخر وبرؤية أخرى. فأنت هذا الفصل ما بين الطفل الصغير وما بين النشأ اللي بيطلع، أنت كده واصل على منطقة هتقول طبعا في زباله في الشارع وفي المجتمع ما بيحسش. الفنان مش هيقدر ينزل من منطقه التجاوز اللي هو عايش عليها طول عمره تجربته. هو بيتجاوز تجربته عشان بس نفهم التجاوز بمعنى ايه. التجاوز تجاوز الواقع المألوف الثابت الذي اعتاد المشاهد ان يراه بشكل دائم. الفنان بيتجاوز هذا الواقع دايما بابتكار جديد. الابداع هو ان تتقدم برؤيه جديده مبتكره لم يسبقك اليها احد. وتضيف دايما انت حتى على تجربتك دايما بشكل مستمر الجديد والبحث في الجديد. وده ما يقدرش الفنان ينزل عن كل هذه المسائل علشان يبص للحاله الاجتماعيه. هو بيتحول الى رمز يؤثر في الضمير الجمعي للمجتمع من خلال مشاهدتهم لاعماله ومن خلال مشاهدتهم لسلوكه. فالحالتين دول بيشكلوا الفنان الكبير في المجتمع. ما تقدرش تقول الفنان يبقى ينزل يشتغل مصلح اجتماعي على الاطلاق. اللي انا عايز اقوله في النهايه ان دايما الفنان وامثال هؤلاء الفنانين الكبار بيقدمونا دايما كل مره تجاوز تجربتهم حتى الشخصيه. هذا التجاوز بمعنى انه البحث عن المستقبل بشكل دائم. ايوه البحث عن الرؤيه بشكل دائم الجديده. وهذا الجديد هو الذي يبني عتبات المستقبل ويبقى نموذج للشباب والمتلقين وبيتحولوا الى نماذج في المجتمع مستفزة ومحرضة لهذا المجتمع. مستفزة من خلال تحريك العقل وتحويله إلى عقل تحليلي وعقل عنده قدرة النقد بالمعنى الإيجابي. هو ده دور الفنان.
صاحب الخيال وصاحب القدرة على أن يحقق هذا الخيال إبداعاته بما يملكه من أدوات بما يملكه من قيم فنية وخبرات وثقافة وتراكمات تاريخية وجغرافية لوطنه، كل ده موجود فيه. وهو بيستخدم جزء صغير على فكرة من هذا العقل، بيستخدم 10% ولا 15% ولا 20%، إنما هناك كثير داخل عقل الفنان وقدامه يستطيع أن يبحر بعيدا. هو دايما كل فنان بيقول يا رب أعيش شوية عشان أكمل الباقي. قررنا شوية فنجحنا فيه. وشكرا. شوية إبحار كده. يعني أنا هقول شوية انطباعات شخصية بالنسبة لشقيقي فرغلي. في صفات، يعني أقدر أقول صفات عامة للفنان فرغلي، وفي صفات أو سمات فنية في أعماله. الصفات العامة هي عامة لكن بتنعكس في أعماله أيضا. هقول يمكن كلمات محددة لكن فيها كل المضمون اللي أنا عايزه. فرغلي من الصفات العامة إن هو بيجمع ما بين الإنسانية أو القيم الإنسانية، أو نقول هو بينحاز للإنسانية بشكل كبير، طبعا في دلائل على هذا الكلام. في نفس الوقت بينحاز للمصرية، والمصرية هنا برضو فيها أقواس بيتحط فيها كذا نقطة. الإنسانية إن هو مش طول الوقت، يعني لما نيجي نشوف الموضوعات اللي قدمها في المعارض السابقة هنلاقي خد إيطاليا أو روما، في أظن إسطنبول وفينيسيا وباريس وأظن معلش يعني في حاجات تانية كلاب، يعني في بلاد مختلفة. فده بيمثل هنا انتماء للإنسانية مع تحيز أو انتماء فقط للمصرية. دي النقطة الثانية، ده انعكس أيضا في الأعمال. في سمات أخرى يجمع بين مجموعة من الصفات أو السمات الفطرية والعفوية والتمرد والحرية والانتظار. يعني دي كلها أشياء ممكن نشوفها في الأعمال نفسها. حرية في اللون، تمرد في اللون، عفوية في اللون، لكن ممزوجة بخبرات متراكمة على مدى سنوات ورحلة الفن. لو احنا مثلا اتكلمنا بشكل خاص عن الأعمال هنلاقي يعني أقدر أقول هي كأنها شيء طالع من الفرن، يعني في فرق بين شيء بايت وبارد وشيء آخر طالع من الفرن فيه تزار، يعني في نوع من التزاجة في الأعمال. يعني بعدين أيضا فيها نوع بحسه في نبض الحياة في علاقات العناصر مع بعضها، يعني في حوار بين العناصر ما هوش كل عنصر، فنبض الحياة موجود في الأعمال بتاعة فرغلي. اللون هنا أيضا يعني لما بيتناول اللون بيتناوله من جانب البيئي الصغرافي. سيادتك قريت الكلمة. نعم. قريت الكلمة. والله لا، متجاد تماما، متجاد. انا بقول رايي
على طول. لقيت ان الحوار اللي حصل بين حضرتك والدكتور فرغلي هو شويه نسخ الموضوع. هو الدكتور فرغلي قصد ان مفيش ارضيه للحوار، هذا الحوار يعني تفرع بيه شويه للنفاق، شويه لحال الشارع، وشويه للانفصال ما بين الفنان وبين وزارتي بشكل عام. في عندنا اشكاليات كبيره. نعم، ولكن عشان برضو انا ما زلتش الموضوع زياده تقريبا نروح للقضيه بتاعت العرض نفسه بتاع اللي هي نبتدي منها. دكتور فرغلي والاستاذ عبد العزيز صاحب المساله في البدايه هما الاثنين شديدي المصريه بشكل شديد. بدايه الملامس عندهم يعني خلينا بس نبتدي من النقطه دي وبعدين هي ممكن تفرعنا زي ما مروه كده. الملامس عندهم هما الاثنين هي ملابس مصرية. احنا شعب مش ناعم، احنا شعب خشن. يعني عندنا خشونة في حياتنا، عندنا أحداث كثيرة، في حاجات كثيرة جدا بتمثل يمكن حتى كمان يوسف أحمد شيخ شغل ابتزاز. الدكتور مصطفى لما عمل نحت يمكن ما كانش على مستوى السطح بقدر ما كان على مستوى العلاقات. يعني هما الفن المصري دايما بيفرض فكرة الخشونة، فكرة الدسامة والتزارع، يعني دايما هو ما بيموتش بسرعة، دايما بنشوفه اللي هو الفن الصح، اللي هو الفن المعمول صح زي ما بيقول، معمول من جوه القلب. نرجع تاني للمعارضين، هما الاثنين زي ما قلنا شديد المصرية جدا. الأستاذ عبد الصعب راح لمنطقة النحت، مع النحت هو المصريين، النحت في العالم كله بيتصدر من مصر. بنسبه وعلاقاته بدلالته هو عايز يقول ايه؟ زي ما قلنا يمكن شويه احد الاخوه اللي كانوا قايلينه كانوا قالوا على فكره التمثال اللي قاعد يقرا من الكتاب. هو دي دلاله دايما التمثال في مصر القديمه هو مش تمثال في مطلق ولا هو كتله في فراغ مطلقه، لكن هي ليها يمكن في الجانب المصري القديم والاثنين ايضا هم ينتموا للمدرسه المصريه القديمه. يمكن دكتور فرغلي شويه راح لفكره مصر بشكل يعني اسقاطاته كلها رايحه حتى الوانه ليه نفس الوان الثواب واللي بنقول عليها الجلابيات عند الفلاحين، هنشوف نفس الالوان، نفس الدرجات دي، الفوشيا والازرق والاورنج والحاجات المصرخه قوي مزعقه جدا. يمكن شويه دكتور فرغلي كان مهموم بحل مصر. دكتور فرغلي ويمكن انا يمكن استاذ عبد الله صعب يمكن ما تعمقتش في تجربته قوي، ما شفتش هي في نقطة أوضحها بالنسبة لشوفه هي أنا مهموم بيها جدا وشايفها شايف إن هو متفوق فيها، لكن عند الدكتور فرغلي نبتدي نقول إن هو واحد من اللي زعلانين على حال مصر بس بطريقته. هو شايف إن إحنا أفضل من كده، شايف إن إحنا نقدر نكون أحسن من كده، شايف إن إحنا نقدر نطرح نفس الطرح اللي حصل من سنوات طويلة جدا من دار نزول التاريخ. وطول الوقت هو كل بيقول لا انا مصر انتهت، يعني جه عصر الانتقال الاول مثلا بعد الاسره السادسه والسبعه، يعني في بدايات السبعه لغايه الاسره نص الاسره 11، انا مصر انتهت خلاص، طلع الثاني من نص الاسره 11 من الانتقال الثاني وابتدينا طيبه وابتدينا هوب نص 11 وال 12 وبعدين دخلنا في عصر الانتقال الثاني، وبعدين قلنا خلاص مصر خلصت، لا طلعت بعد كده الاسره نهايه ال 17 وال 18 وفضلنا لغايه نهايه الرعامسه واسره الكهنه وقلنا تاني وهكذا. دايما مصر فيها خاصيه ان هي بتعمل حاله كده زي ليها علاقه بالمصطلح التفكيكيه شويه اللي هو بفك عشان ابقى هي يعني ما بتفكش عشان هي وانت خلاص. لا مصر دايما قابله وهي شخصيه ضخمه يعني سبحان الله. حتى ارض مصر نفسها الدكتور فرغلي رسمها في كتير منها، انا بشوفها انها ارض موجوده. الارض ذات الميل المزدوج اللي هي مايله من اسوان لغايه اسكندريه فرق كيلو متر مربع واحد 950 متر تحديدا يعني، ولكنها الميل بتاعها مش ميل كده، لا ده ميل كده وكده، يعني المفروض ان النيل يصب في بنغازي ما يصبش في اسكندريه ولا في المنيا. لكن النحر بتاع النيل العكس توازن في المساله. يمكن تسليم حسن وجيمس هنري بريستن وكثير من اللي كتبوا في المصريات قالوا فيها. دكتور فرغلي هو عنده زخم ومستند على قضيه ثريه جدا، يعني هو ياخد موضوعات بالصبح. يعني المساله بالنسبه له مش المساله الشعبيه البحته ولا المساله الريفيه البحته ولا المساله الحدثيه حتى اللي بتنقلها فيما بعد في عروض زي العروض اللي راح سجل فيها انطباعاته عن كتير.
المدن الاوروبيه وعن اسطنبول وعن تونسيا وعن لندن وخلافه. بالنسبه للدكتور حسين عبد العزيز صعب، حسين عبد العزيز صعب من الفنانين اللي بيقدر يسيطر على الكتله بشكل اجتماعي. يعني هو يقدر يعمل التمثال ده، وانا يعني اعتقد ان انا وهو يقدر يعني يفصل في المساله، لكن اعتقد ان هو يقدر يعمل تمثال نفس التمثال بنفس النسب بنفس هو بنفس الحيويه فيه بحجم كبير جدا. يعني انا مش عارف اذا كان ده، بس انا متوصل فيه كده ومتاكد لما شفت التكوينات باحجام هو مسيطر على كامل الملامح، مسيطر على التعبيريه اللي هو البورتريه، مش فكره التكليف مطلق وخلاص. نعم لا هو المفروض ان احنا بينا لقاء الاستاذ منظور، بس يعني من اللي بيقولوا شايفها ان شاء الله باذن الله، ومفروض ان احنا نزور زيارات متعدده يعني. ف يعني نرجع لنقطه ثانيه بقى، يعني نروحها بسرعه كده، وهي مقطوفه خالد ابو زاهر، فكره ازاي نتواصل مع الشارع. مفيش اشكاليه كبيره، اشكاليه كبيره كمان حتى مع الجهاز الحكومي اللي موجود معانا اثنين هما عملوا الحكايه دي، هيثم عبد الحفيظ والدكتور خالد فول. يعني هما قدروا يقولوا لنا على المشكلات اللي حتى الميزانيات اللي عندهم، رغم ان هما جهه حكوميه وعندهم ميزانيات. انا عملت معاهم وانا مواصل معاهم، شفنا ان حتى الميزانيات هي قليله جدا، لا تتناسب مع حجم الفنيين التشكيليين وعددهم اللي هو طبيعي جدا بالمقارنه لعدد شباب مصر والعدد اقلنا والعدد عددها وتقاليدها. ان انا حتى لو حطيت خطه لازم ارجع اتفرج، يعني لازم ارجع اراجع عادات وتقاليد كل منطقه. انا ما اقدرش ان انا اتعامل مع حي القاهره او محافظه القاهره او اقليم القاهره زي ما انا بتعامل مع عصور، زي ما بتعامل مع لوحات، زي ما بتعامل مع اهل سينا. في انتماجيات، في امور، في مرجعيات اجتماعيه واعراف بتخص كل اقليم اعتقد. ففي اشكاليه كبيره، والمساله مش هتناقش في 5 دقائق ولا في 10 دقائق ولا في 5 ساعات كمان، يعني محتاجه ان احنا نفرق فيها مساله طويله وكبيره يعني. الاخ اللي كان يتكلم، الاستاذ الصحفي انا للاسف مش متذكر اسمه، اللي كان بيتكلم ان مفيش نصر في مصر. كلنا نقاط في مصر، هي يعني الفكره كلها فكره محصله ثقافيه عاليه، وان انا اقدر اتعامل مع العمل الفني نفسه ان انا ادخل فيه. انا اعرف دكتور فرغلي، فبس لو انا فهمت الفنان او فهمت اللوحه، حاولت ان انا اتمعن في اللوحه بشكل بسيط، المصري زي الفطر. وكمان الفنان عليه جانب ان هو لازم يكون فاطن في ان هو يصيغ للمتلقي دلالات يروح لها للعمل. المفروض ان انا مش عامله طلسم وبعدين اطرحه كده وبعدين اقول له اقراه انت. لا، لازم يكون عنده الحد الادنى من ان انا اواجه المتلقي ايا كان، سواء كان نخبوي، يعني كثير من النخبه والمثقفين لا يستطيع ان يقرا عمل ما، مش هقول كل الاعمال، عمل ما هو يقف قدامه يقول انا مش فاهم وعايز اقول. اكيد الفنان بيكون عنده دافع، عنده رساله، عنده مسج عايز يوصله. لكن هي المساله بس محتاجه ان احنا ما نجريش بعض. يعني ان احنا نقعد نتكلم واحنا عندنا النيه ان احنا نصل. يعني الكلام مش لحضرتك على فكره، الكلام اللي هي قبل ما يكون يعني بس عشان ممكن يتفهم ان انا عشان بصري ناحيه حضرتك فيتفهم ان اطلاقا اللي حضرتك قلته على فكره انا على قناعه تامه بيه، واحنا جايين عشان نسمع منهم، لكن هم كمان بيكون عندهم منتظرين مننا ان احنا نكون على الاقل يعني قرينا الحد الادنى من اعمالهم، كلماتهم في مطبوعاتهم، يعني على الاقل نكون عارفين مين هم. فبرضه الفنان دايما بيحب ان الناس تقول له تشعره بالجايزه بتاعته. الثناء، فكره العرض والثناء على العرض في حد ذاته ده شيء مهم جدا للفنان. يعني هو بيكون يعني الثناء على شغله او الاعجاب بشغله في حد ذاته بس هو يشعر عشان اسمع لا ما قصدتش دوت، مش النفاق دي، الاعجاب بيه في حد ذاته ولا الاعجاب يخصني ولا الثناء يخصني ولا الاشاده يخصني، نهائي التفسير هو الاهم. يعني انا اشوف المسج بتاع الفنان ده رايح فين،
اوكي وناقشوا فيها بتوصل ما بتوصلش هتأدي حاجه ما بتأديش لكن قضيه الثناء والمدح والاعجاب وكذا كلها قضايا في نظري انا صح متطرح خالص ليه لانها ما يقابل الثناء ممكن يقابل ان انا اعمل نوع من الامر النيجاتيف يعني السلبي هو لو كان كده لو الفنان هيفهم من دي ويزعل من دي مش فنان لا ما اقصدش ان هو تمحور المساله كلها هو تمحور العرض كله حوالين فكره الثناء بس قول لنا الالفاظ يتمحور اهو انا يعني كلمه بسيطه والله مش مركبه قوي بس جامده ابدا والله وبعدين هو الاستاذ حتى قعد يعني ذبح المساله كلها يعني كان مفيش حد انا والله انا مش ناقد اولا انا لم ادرس ناقد ولم ادرس فنون انا درست اثار مصريه شوف انت راجل موهوب والله حاولت في انا بقدر موهوبين في مصر بس بينتبه يعني كلنا بنحتفل ولا انا ولا استطيع ازاي ان انا ناقد لا يعني والله يعني انا ممكن قارئ بس شويه الفرق بين الاجتهاد والبناء انا زمان كان في مثلا ايكار كان في كذا كان في حسن عثمان كان في كمال الكويتي ناس كبار محمود بقشيش كان كتير والله بشار العطار ناس كتير ما شاء الله دلوقتي انتوا في سن واحد شهر مستوى القاده تقريبا لحد ما يعني لكن احنا بنحاول نبني تمام وهي المساله مش شروط وكده اوراق يعني هي برضه هتيجي اتباعا ان شاء الله لكن في المجمل هو العرض تاريخ يعني ناس شفنا عرض تقيل احنا كنا محتاجين عوده هذا الرجل الحتى العظيم يعني الرجل ده من وجهه نظري هو حد كبير بجد ونتمنى يعني هو ده نتمنى ومعانا ناحيتين كتير موجودين نتمنى ان احنا نشوف بقى حاله ميدانيه ترجع الاتزان شويه لفكره النهضه المصري وفكره مصر في حد ذاتها. يعني تحياتي لحضراتكم وارجو ان اكون من الطلبه يعني. شكرا. شكرا. أنا بص يا جماعة